عقيدة الاختيار اللي مصدر جدل كبير قوي لسنين طويلة في الكنيسة ولحد النهاردة هل يا ترى الله اختار ناس معينين للخلاص وناس تانيين للهلاك؟ هل الله يبقى عادل ومحب انه ياخد شوية ناس يوديهم السماء والباقيين يحكم عليهم بالجحيم؟ طب هل الانسان حر فعلا؟ هل الانسان بيختار انه يتبع ربنا ولا ربنا الواحد هو اللي بيختار؟ اسئلة كتير هنناقشها النهاردة في حلقة الرحال تعرض بولس لاضطهاد جسدي شديد جدا لدرجه انه كان وصل للموت زي ما بيحكي لنا في رسالته لاهل كورنثوس وبيقول في الاتعاب اكثر في الضربات اوفر في السجون اكثر في الميتات مرارا كثيره من اليهود خمس مرات قابلت أربعين جلدة إلا واحدة ثلاث مرات ضربت بالعصي مرة رجمت ثلاث مرات إن انكسرت بي السفينة ليلا ونهارا قضيت في العمق بس مع كل ده جنسية بولس الرومانية جنبته من حكم الموت بالتعذيب، زي كل المسيحيين في الوقت ده. لكن بولس كمواطن روماني اتقطعت راسه بالسيف في أواخر سنة 66 ميلاديًا وأول سنة 67 ميلاديًا، وتم إعدامه خارج أسوار روما على طريق أوستيا اللي هي ميناء روما. وفي نفس مكان استشهاده عمل قسطنطين كاتدرائية كبيرة سماها كنيسة القديس بولس خارج الأسوار. سام بنرحب بيك وجايين لك النهارده كده بموضوع او خناقه كبيره موضوع جدل يمكن في تاريخ الكنيسه كله موضوع الاختيار ونفسنا فعلا ساعدنا ازاي نفكر في عقيده زي كده واللي بولس بيتكلم عنها كتير وفي روميا 9 وفي افسس بولس بيقول انه ربنا كما اختارنا فيه قبل تاسيس العالم مثلا اللي افسس واحد اربعه ازاي الله يختار ناس معينه ان هي تخلص وناس تانية ان هي مثلا تروح الجحيم او ان هي ما تخلصش او هل ده فعلا عقيده الاختيار بتقول كده يعني يا ربنا كبير واحنا بنحاول بقى نفكر في الموضوع ده اتمنى يعني ربنا يدينا حكمه وهدوء واحنا بنتناول النصوص دي إيه واحنا بنحاول نفهم بولس الرسول بيقول ايه ونحاول نفهم العهد الجديد بشكل عام بيقول ايه في قضيه الاختيار لان هو موضوع كبير وموضوع جدلي وموضوع يعني لقرون طويلة الحقيقة بيستفز أطراف كتيرة لأنه من ناحية بيبقى في ناس عايزة تدافع عن سيادة الله وعايزة تقول أنه لا في النهاية نعمة الله هي المسيطرة على الموقف ونعمة الله هي المبادرة وهي العاملة وهي اللي بتبتدي المشروع وتكمله وفي يعني جهه تانية بتبقى عايزه يعني تصر على فكره انه الانسان هو اللي بحريته بيختار مصيره وربنا خلق الانسان كائن حر ويحترم قراراته ف الكبار اللي عادة بيبقوا يعني متناحرين مع بعض مع بعض بنزعج من فكره ان هو لان في النهايه الدافع ده والدافع ده انا بشوف ان هم دوافع جميله ومقدسه ومش ضروري يبقى ده عكس ده يعني ان انا ابقى يهمني ابين قد ايه ان الله هو سيد الموقف وسيد التاريخ الانساني وسيد قصه خلاصي انا شايف ان ده شيء جميل انا شخصيا احب جدا ان انا ابقى ببص على حياتي واقول انه يس ربنا فعلا كان هو السيد وهو اللي خيط رحلتي معاه ما عنديش اي ازمه في كده وفي نفس الوقت ابقى بفعلا برضو بحترم واناشد بحريه الانسان لان هي دي الصوره الالهيه اللي خلقني عليها ان انا انسان حر القرار وهو اختار بحريته انه يخلقني كائن حر طيب يعني اتمنى في بدايه الحلقه دي وبصراحه يعني ايه في حلقات كده زي دي وحلقات اخرى يمكن المقدمه بتاخد نص الحلقه يعني ما عنديش ازمه ان احنا نعمل كده بالذات الحلقات اللي بيبقى انا عارف ان الموضوع بتاعها مش بيخلص في حلقه واحده يعني لكن عايز بس أأكد على انه لازم نتضع قليلا واحنا بنفكر في طرق الله وتعاملات الله في تاريخ الانسان مفيش داعي ان انا احاول احط افكار الله وحكمته في جيبي واقول خلاص انا عرفت ربنا بيلعبها ازاي انا عرفت ربنا بيعملها ازاي هو عمل واحد وبعدين عمل اتنين وعمل تلاته وعمل اربعه واحد دي عملها في الازل وعملها ازاي؟ قعد هو الاب مع الابن مع الروح القدس واتفقوا على واحد اثنين ثلاثه اربعه. يعني مع كل الحب والاحترام الا انه حتى لما ابقى بقول حاجه زي كده محتاج اقول ان دي يعني ايه؟ تخيلاتي او يعني تصوري للموقف لكن محدش فينا يقدر يجزم هو فعلا ربنا مرتب الامور ازاي؟ وافكاره في الازل احنا اصلا مش فاهمين يعني في الازل. يعني افكاره في الازل عامله ازاي وبتترتب ازاي وبتتحول وتتفعل في التاريخ الانساني الزمني ازاي فيمكن نكون محتاجين نتضع قليلا قدام سرائريه عمل الله في التاريخ الانساني محدش فينا يعني لو إنه يدعي ان هو بشكل قاطع بشكل جازم عارف ربنا بيخطط ازاي وبيفكر ازاي وحكمته ماشيه ازاي يعني هو في خمسة 55 كان بيحاول لهم بصوا يعني ايه طرقي إيه غير طرقكم افكاري إيه غير افكار الطريقه اللي الامور بتمشي فيها في ذهني مش بنفس الطريقه اللي الامور بتمشي بيها في ذهنكم انتوا في موقف معرفي مختلف نوعيا عني ما تلزمونيش بان انا ارتب الامور بالطريقه اللي انتوا فاكرين ان هي الامور بتترتب كده وخلاص فاولًا يمكن نكون محتاجين نتضع شوية قدام طرق الله و.. وأسلوبه في تفعيل خطته لخلاص الإنسانية. الحاجة الثانية محتاجين نتضع قليلًا قدام كلمة الله، قدام النصوص المقدسة. إحنا نؤمن إن الكتاب المقدس هو ال.. ال.. الأرضية اللي الإعلان الإلهي بيجي فيها. لو أنا عايز أفهم طرق الله، لو أنا عايز أفهم ما يكفيني اني افهمه عن طرق الله علشان اعرف اعيش معاه واعيش في تقوى ووقار معاه انا محتاج اركز وافهم الاعلان المقدس لكن من الخطر جدا ان انا الوي دراع النصوص علشان اوصلها بالعافيه لمفاهيم سابقه التجهيز يعني انا عارف انه خلاص احنا هنوصل لكده فانا ببتدي من رحلتي بناء على ايه انا كل نص هيعدي في سكتي اهو واخده مشي معايا حلو ما مشيش معايا يا يعني اما هطنشه يا إما أقوم إيه؟ جايبه كده سنة يمين جي سنة شمال عشان إيه؟ عشان يجي معايا برضه. لأ خلينا نحترم النص المقدس، ولما ألاقي إن في مفارقات ألاقي فيه إنه في, إن في بارادوكس ما موجود في في حتة، يبدو إن هنا هو بيعزز جداً فكرة الحرية الإنسانية. وفي نفس الإطار بيعزز جداً ويؤكد جداً على سيادة الله. لما ألاقي في بارادوكس كده مش ضروري انفره واخد في صف يعني ناحيه او طرف من طرفي البارادوكس او المفارقه دي على حساب الثاني ما يمكن يكون الموضوع بيشتغل بالتوازي مع بعض بكيفيه معجزيه بكيفيه ميستيريس بالنسبه لي انا انسان لازم ادرك حدود عقلي انا مش الخالق انا مش الله فلما الاقي مفارقات في النصوص المقدسه ما طنش شويه وامسك في دول لا ما عنديش مشكله صارع سنين في ان انا احاول اشوف البارادوكس ده ازاي يتفهم وازاي اتعامل معاه. فحاجه بخصوص طبيعه تعاملات الله في التاريخ ارجونا يعني كلنا ان احنا نتضع قليلا ونؤمن ونفهم ونعي ان طرق الله عجيبه ميستيريس محتاجين نبقى بناخد في الاعتبار بجديه النصوص المقدسه حتى بالمفارقات اللي فيها بلاش اطنش وبلاش الوي. حاجة الثالثه هي ما يتعلق بطبيعه الله المعلنه لنا في شخص المسيح يسوع. انا عندي ما يكفيني او ما احتاج لان افهمه اعرفه عن صوره الله عن شخصيه الله عن طبيعه تعاملات الله واحترامه للانسانيه وللقرار الانساني وفي نفس الوقت سيادته على التاريخ في المسيح يسوع لما ابقى بحاول استنتج معتقدات تتعارض في تصورها عن الله مع التصور الذي يقدمه يسوع المسيح لا انا محتاج ارجع لورا شويه لو في النهايه لقيت نفسي بوصل لمنظر اله ظالم لمنظر اله عدواني لمنظر اله سادي بيتلذذ بتعذيب البشر بل ويخلقهم من اجل ان يعذبهم لا ده انا قبل ما اوصل لاستنتاج زي كده لازم اكون اشتغلت 200 300 سنه علشان ايه؟ لان المنظر ده مش بسهوله يتصالح مع الاله الذي اراه في يسوع المسيح الذي يسلم نفسه لاجل الجميع. لا انا هنا محتاج ابقى يعني بحذر شديد بتحرك لكن طبعا محتاج كمان افهم شخص الله كما هو معلن في المسيح يسوع برضه انا مش بتكلم على المسيح يسوع ان هو يعني يمكن في حاله من الحالات كنا بنتكلم ان يسوع مش مش الشخصيه اللطيفه اللذيذه اللي قاعده على لا لا شخصيه المسيح شخصيه تصادميه قويه فانا افهم يسوع صح وبالتالي افهم صوره الله كما هي معلنه في شخص المسيح صح واقيس في ضوءها المعتقدات اللي انا بوصل لها لو في النهايه المعتقد ده بيوصلني لصوره معاكسه مناقضه بالكامل للاعلان الالهي كما هو معلن لي في يسوع المسيح لا 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 انا محتاج اتردد جدا 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 قبل ما اتمسك بعقيده زي هذه. انا عارف ان المقدمه طويله لكن الموضوع جدلي لي ابعاد طائفيه كثيرون بيحبوا ان هم يتنحروا او بيجدوا لذه خاصه في هذا الامر وفي هذه العقيده فبتوجد فرصه للنزاع وللخصومه اللي أنا أشوف إنه لا يمكن لو رجعنا ده نلاقي إنه على فكرة أنا يهمني إن أنا أؤكد سيادة الله على التاريخ وأنت كل دفعك إنك تؤكد على حرية الإنسان كمخلوق على صورة الله وإحنا الاثنين مش غلط، إحنا الاثنين ماشيين في أطر كتابية متسقة. وحسام أنت معودنا كده في الأسئلة وفي المواضيع الجدلية الكبيرة دايماً بتحاول تقرا لنا النص بكذا طريقة. وتشرح لنا كذا مدرسه فممكن تعمل لنا كده في القضيه اللي بنتكلم فيها النهارده؟ يعني شكرا جدا واتمنى ان ده يبقى اسلوب يعني بنتسم بيه كجيل ان احنا قبل ما نتخذ موقف معين من جهه معتقد ما ان احنا نكون بندرس ايه اللي بيتقال وافهم المدرسه على لسان اصحاب المدرسه يعني مش بس اسمع من المدرسه على لسان اللي متبنين المدرسه المعاكسه ليها لان كده مش هبقى بسمع المدرسه نفسها انا بسمع لنقدها فقط يعني فحلو ان احنا نبقى بنفهم كل مدرسه بتفكر ازاي يمكن الطرفين الـ يعني الـ المشهورين والمدرستين المشهورين اللي بيتعاملوا مع نصوص في مدارس كتير بالمناسبه يعني بتتناول قضيه الاختيار بـ 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 بطرق عده يعني لكن يمكن اشهر مدرستين هما المدرسه اللي بتسمى بالمدرسه الكالفينيه نسبة لجون كالفن المصلح من القرن ال16 والمدرسة الأخرى لأرمينيوس المدرسة اللي بيسموها الأرمينية المدرسة الكالفينية بتطلع من منطلق أن هي فعلا عايزة تؤكد على سيادة نعمة الله في النهاية الله هو سيد التاريخ ونعمته هي الفاعل الوحيد اللاعب الوحيد في مشهد خلاص أي إنسان الإنسان ميت يحتاج إلى عملية تجديد عملية ولادة جديدة عملية الولادة الجديدة بتحصل بفعل منعم مبادر من الله يعني نعمة الله بتتوجه نحو إنسان فالروح القدس يولده من الجديد يخلق جواه الإيمان فيعيش إنسان جديد مؤمن في المسيح يسوع وبالتالي يعني بتلخص أحيان كثيرة المدرسة دي هي في خماسية كده بتسمى التوليب تي يو تي اللي هي التوتال Depravity اي الفساد الشامل للانسان uh, اليو اللي هي انكونديشنال الكشن اختيار غير مشروط الله بحسب uh, ترتيب وتدبيره السابق قرر أنه هو يختار مجموعه من البشر لاجل ان يخلصهم ودول انيه الرحمه وفي انيه اخرى هو بحريته اختار أنه هو يخلقهم لكي يكونوا انيه غضب يستعلم فيهم عدله وغضبه آه الاله ال ليميتد او الكفاره المحدوده اي ان المسيح مات لاجل جماعه المختارين فقط ما ينفعش يبقى في اهدار في دم المسيح وكانه المسيح دم دمه سفك من اجل آه ناس مش هتخلص فالدم اللي سفك سفك من اجل مختارين فقط الاي Irresistible جريس او النعمه التي لا تقاوم لو نعمه الله تحركت نحو انسان ما ما فيش اي احتماليه لان هو يقاومها نعمه الله ستنتصر ستنتصر وفي النهايه هذا الانسان سيخضع ويجدد والبي في الاخر Perseverance of the Saints او مثابره القديسين اي ان الشخص لو جدد ما فيش اي احتماليه ان هو يرتد او يرجع عن ايمانه ده ده باختصار شديد المدرسه الكالفينيه بتفكر في القضيه ازاي؟ المدرسه الارمينيه على الناحيه الثانيه ما عندهاش مشكله في مبدا الاختيار بشكل عام، ما عندهاش مشكله في انه هو يعني سبق فعينا للتبني، لكن المشكله الكبرى هي في فكره unconditional الاختيار غير المشروط. لا المدرسه الارمينيه بتميل اكثر لتعزيز وتاكيد حريه الانسان. بتقول انه الانسان مخلوق على صوره الله كائن ربنا بمحض ارادته اداله الحريه ويستشهدوا بشواهد كثيره جدا كتابيه في العهد الجديد تقول انه المسيح كان يحترم قرار اورشليم يبكي عليه ولا كم مره اردت ان اجمع اولادي كما تجمع دجاجه كما تجمع دجاجه فراخها وانتم لن تريدوا فيقول انه ربنا كان عايز حاجه لكن هم ما كانوش عايزين حاجه كانوا عايزين نفس الحاجه وربنا في النهايه احترم ارادتهم ورغبتهم لكن بيقولوا ان اختيار الله مبني على معرفته السابقه فبحسب المدرسه الكالفينيه اختيار الله اختيار مبادر من الله يعني ايه في كوزاليتي في سببيه في القصه ربنا اختار فعمل بالنسبه للمدرسه الارمينيه الحقيقه الموضوع مختلف المدرسه المدرسه تقول لا، هو ربنا شايف وكاشف التاريخ كله حاضر وماضي ومستقبل، وشايف مين هيقبل، ومين هيتوب، ومين هيرجع له، ومين هيؤمن بالمسيح، وهم دول لان هو شايفهم منذ الازل بكيفيه ما يعني، هو دول اللي هو معينهم كمختارين، فالاختيار في النهايه برضه بقى مربوط بايه؟ بقرارهم، لكن آه يعني آه بقى يعني الثاني لو هو لوجيكال يعني برايورتي ال 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 الاختيار يعني في نوع من انواع السببيه الثاني مجرد كرونولوجيكال election يعني هو بس عارفه زمنيا يعني يعني مجرد ان هو عارف الحاجه قبل ما هتحصل لكن هو ما خلاهاش تحصل طيب يا حسام معلش هقاطعك بس واقول لك انا فهمت ايه عشان تصحح لي لو كده انا فهمت انه المدرستين الكبار في موضوع الاختيار دوت المدرسه الارمينيه والمدرسة ديت غالبا بتركز أكتر على فكرة إنه الإنسان حر أو على حرية الإرادة بتاعة الإنسان، فالإنسان ممكن إنه يختار إن هو يعني يقبل الهبة بتاعة الله للخلاص أو ممكن يرفضها، لكن المدرسة الثانية المدرسة الكالفينية بتاعة جون كالفن بتركز أكتر على فكرة سيادة الله، إنه الله هو اللي بيختار، كأنه بيختار فعلا مين الأشخاص اللي هو هيختارهم للخلاص، الخلاص اللي هو إن هم يروحوا السماء أو كده أو مشروع الخلاص كله بغض النظر عن تعريف الخلاص. هل انا كده فاهم صح المدرستين؟ بالظبط كده تمام طيب كويس قوي، بناء عليه السؤال اللي يعني هيجي منطقيا يعني هل هبه الخلاص او ان النعمه بتاعه الخلاص دي مقدمه لجميع الناس؟ هل اي حد مقدم له الاوبشن ده يعني؟ يعني هنا نرجع للنصوص وطبعا مش هقدر يعني انكر او يعني اتغافل عن انه في تحدي كبير جدا في المدرسة الكالفينية خاصة قدام ال Limited Atonement فكرة أن كفارة المسيح كانت محدودة وموجهة فقط نحو المختارين وبالمناسبة جوه الكالفينية في طيف واسع يعني حتى النهاردة المدرسة الكالفينية داخلها في كذا درجة من الحدة في التعامل مع التوليب الخماسية ده. هي. لكن انا لو انا بصراحه هرجع لبعض النصوص وهرجع بقى لبولس هنا يعني و و ونشوف هو بيقول ايه اقدر اقول او اقدر اشوف بوضوح ان هو بيتعامل مع المسيح على انه هو مخلص جميع الناس يعني يمكن في تيموثاوس الاولى تخيل في عندنا ايتين يعني نقدر نقف قدامهم كده في تيموثاوس الاولى اتنين ثلاثة وأربعة لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون فإذا الرغبة الإلهية الإرادة الإلهية هي أن كل البشر يخلصوا فإذا مش قادر أشوف في نص زي ده وعبارة زي دي ما يمكن أن يوحي بأنه ربنا مش عايز بس غير مجموعة معينة هو عينها مسبقا لـ لـ للخلاص فده ده يتحدى شويه الـ الـ النظره الـ اللي بتقول انه لا ممكن يكون المسيح مخلص بعض الناس وده اللي برضه يقوله في صاح اربعه وعدد تسعه صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول لاننا لهذا نتعب ونعير لاننا قد القينا رجاء على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين اوصي بهذا وعلم طبعا في بعض الناس تقول او يعني بعض المفسرين يقولوا لا ما هو لما بيتكلم عن جميع الناس ويعني و... دايما مع كلمه جميع لا هو يقصد جميع الناس المختارين يعني دي اضافه ما اقدرش اشوفها في النص بشكل مباشر يعني وطبعا بره بولس في نصوص اكثر صعوبه يعني بتتكلم على ازاي ان هو يعني بذل نفسه وكان كفاره مش بس ليه خطايانا لكن ل... لخطايا العالم ف الفكره بتاعت ان هل المسيح كان مخلص للجميع ولا لا؟ هل المناداه كانت مقدمه للجميع ولا لا؟ الحقيقه بولس مثلا في وعظه في اتينا في اعمال 17 بيقول فالله الان يامر جميع الناس في كل مكان ان يتوبوا. فاذا هو عنده يعني ايه رغبه وعنده امنيه ومتعطش ومتلهف ويتمنى لو ان كل الناس ترجع وتوب، هو عارف انه مش كل الناس هترجع وتوب. لكن اللي اقصده انه هو لو هو عارف انه كده كده مفيش غير اقليه الاقليه هم اللي هيتفاعلوا مع كلمه الله لانه اقليه الاقليه هم اللي مختارين ازليا من اجل الخلاص ف على ايه بيتعب ويعير زي ما بيقول ويوعظ ويبقى بيوجه ويوجه خطابه لل للجميع. فشويه صعب ان انا يعني اصالح فكره الكفارة المحدودة طبعاً في مدارس كالفينية أخرى بتتعامل مع الموضوع بشكل أهدأ شوية من فكرة إنه لا هو ماتش غير للمختارين فقط وهكذا لكن في النهاية أنا عندي ما يكفيني من نصوص اللي تطمني إنه محبة الله موجهة للجميع عمل الخلاص الإلهي على الصليب كان مستهدف الجميع وكان يحوي ويشمل الجميع ولكن البعض يقبل والبعض يرفض طب اسمح لي برضو يا حسام يعني انت بتقول ان جميع الناس فعلا يخلصوا زي ما الكتاب بيقول بس انا برضو مش فاهمه ايه حكايه بقى مختارين الله او الناس اللي الله اختارهم نرجع تاني بقى للنص اللي امير ابتدى بيه الحلقه في افسس واحد ونحاول نفهم واتخيل ان احنا هيبقى في حلقه تانيه كمان هنتناول فيها نصوص معقده برضو يمكن النص في افسس واحد وروميا من تسعه ل 11 يمكن من اشهر النصوص اللي بتتكلم عن عقيده الاختيار وان كانتش هي النصوص الوحيده اللي بتتكلم عن فكره الاختيار واللي انا بحاول اعمله هنا بالمناسبه في الحلقه دي مش ان انا اقول انه ما فيش اختيار يعني اللي قال بس حد يظن انه انا بتكلم و و و وبحاول اهدم حاجه لا انا بحاول افكر في الموضوع وبحاول اقدم احترامي واتضاعي أمام كلمة ربنا وبدي نفسي للكلمة تقودني يعني بدي نفسي للإعلان الإلهي وديني في السكة اللي أفهم بيها ربنا صح فنقرأ كده جزء من أفسس واحد من بداية الإصحاح الأول وهو بيعرف نفسه وبيطلب يعني ويصلي من أجل نعمة وسلام للكنيسة ويقول كده مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة إذ سبق فعيننا للتبني هنا بقى أرجع تاني وأفكر يعني أفكركم وأفكر اللي بيتفرج على الحلقة دي بالحلقة اللي كنا بنتكلم فيها عن الروح القدس وعن فكرة التبني هو التبني ده إيه والروح القدس إزاي جعل منا أبناء وأبناء إزاي هنارث العالم الع... إزاي هنارث الدهر الآتي فعينا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسره مشيئته، لمدح مجد نعمته التي انعم بها علينا في المحبوب، الذي فيه لنا الفداء بدمه وفران الخطايا حسب غنى نعمته التي اجزلها لنا بكل حكمه وفضل، اذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه، لتدبير ملء الازمنه عشان يعمل ايه؟ لي؟ ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السماوات وما على الارض في ذاك. الذي فيه أيضا نلنا نصيبا معينين سابقا حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته لنكون لمدح مجده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح هو هنا بوضوح بيتكلم عن مختارين في المسيح لكن عندي هنا بقى يعني على الأقل سؤالين السؤال الأولاني يا ترى هو الاختيار اللي بيتكلم عليه هنا في أفسس واحد اختيار فردي ام اختيار جماعي او عايز اقولها يعني بطريقه أكثر يعني تحديد يعني اختيار فردي ولا اختيار كياني يعني اختيار انديفيديوال ولا كوربريت هل هو مختار حسام يعني هل اللي هو بيتكلم عليه هنا هو حسام زائد امير زائد بوسي اذا دول يساوي ثلاثه مختارين ولا بيتكلم عن كيان مختار اسمه الكنيسه التي في المسيح يسوع كين. الحقيقه النص ده بالذات او بالتحديد يعني ب يعني ب جزء جاي جزء من رساله هو بيتكلم فيها عن كيان كبير هيكل الله اللي بيجمع في حضنه ما بين اليهود والامم لو تفتكروا بقى في حلقه الكنيسه واحنا بنتكلم عن ازاي الهيكل ده بيحمي العيله دي العيله الكبيره دي في حضنها موجود يهود وامم كانوا عمرهم ما هيتقابلوا مع بعض لكن مع بعض بيمثلوا كيان جديد مختار من الله ليكونوا أبناءه ويرثوا معه هذا العالم الجديد الآتي فهنا الحقيقة طول لما يعني لما نحط ده في, في, ذهننا ونرجع نقرأ النص تاني كما اختارنا فيه مين اختارنا فيه ده الكنيسة مختارين فيه مين المختار فيه الكنيسة هو إيه الهدف أصلا من النص ده كله يعني إيه إنجاز ليه أن نقول إيه مركز ثقل هذا النص مركز ثقل هذا النص هو في عدد عشرة لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح المسيح كفرد ولا المسيح ككيان الحقيقة هو بيتكلم عن المسيح ككيان يقول لك المسيح ما في السماوات معنا الذي فيه أيضا لنا نصيبي يعني يعني هو بيتكلم على المسيح اللي احنا فيه فهو بيتكلم عن كيان كبير اسمه في المسيح اللي هو المسيح كفرد كشخص هو الرأس والكنيسة مع بعض هي الجسد دول مع بعض كيان واحد بيملك في الدهر الآتي فهو هنا مش بيركز أكثر على الاختيار الفردي في أفسس واحد يعني في أجزاء تانية ممكن يكون الاختيار الفردي أكثر وضوحا فيها لكن في أفسس واحد هو بيتكلم عن كيان ما هو مختار السؤال الثاني السؤال اللي كان اختيار فردي ولا اختيار كياني أو جماعي السؤال الثاني هل هو اختيار للنجاة من الهلاك والجحيم والدينونة ولا اختيار لمهمه ولارساليه ما يعني من الاخر هو سالفيفيك ولا ميشنال؟ هل هل علشان ننجو ونخلص من شيء فقط؟ ولا بنخلص لمهمه وارساليه ما هتمتد مداها هيمتد مداها للدهر الاتي، للعالم اللي جاي، للارض الجديده وللسماء الجديده. الحقيقه هو هنا بيتكلم مينلي عن فكره التبني وان احنا هنرث معاه، هنرث معاه وهيتجمع فيه ما في السماوات ومع، دايما اللغه بتاعت ما في السماوات ومع الارض، دايما بتتكلم عن حاجه هتحصل، فهو كانه بيقول احنا ككنيسه كيان مختار علشان نكون ملك ملوك وكهنه هذا العملاق العظيم يسوع المسيح. فهنا في النص ده يبدو ان الطابع الغالب اكتر هو الطابع الكياني او الجماعي الكوربريت، هو بيتكلم عن الكنيسه. كجسد بيتكلم مين لي عن مهمة ما هو مش عمال بيتكلم عن احنا خلصنا من الدينونة ولا خلصنا من الهلاك ولا بيتكلم هنا عن ايه اللي هنعمله ايه اللي هن... يعني احنا متبنين علشان هنعمل حاجة في حاجة عظيمة عملاقة إلهية مقصود لنا أن نعمل هذا الكيان مختار طبعا في ذهن الله منذ الأزل الكنيسة كتصور جسد المسيح كتصور في ذهن الله من الأزل فاللي ينفع ان واحد يبص على ده ويقول اه ما هو بيتكلم عن كل فرد فينا صحيح لكن لو عمل كده مش هلومه قوي مش هختلف معاه قوي وهيبقى عنده برضه منطقيته في بعض الامور يعني لكن اشوف ان القرايه اللي تفرض نفسها اكتر على نص زي كده هو القراية الكوربريت أكتر، القراية الكيانية أو الجماعية أكتر، القراية الميشنال اللي تتعلق بالكنيسة هتعمل إيه في الدهر الآتي؟ الكنيسة هيبقى دورها إيه في السماء الجديدة والأرض الجديدة في المسيح يسوع؟ طيب يا حسام الموضوع طلع كبير قوي بس يعني عايز اشكرك فعلا ساعدتنا شويه بس لسه عندي اسئله تانية واكيد بوسي برضو لسه عندها اسئله في موضوع الاختيار وفي نصوص تانية ما لهاش في روميا تسعة النص الاشهر يمكن في موضوع الاختيار دوت اللي بولس شخصيا بيقوله فاكيد هيبقى عندنا لسه اسئله تانية فتابعونا في الرحاله